مشاهدينا أهلا بكم وهذه الحلقة من مؤشر النيل، حيث نتعرف من خلال هذه الحلقة بالأرقام والتحليل على أداء البورصة المصرية والتي تراجعت مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع. تراجع مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 بنسبة 17% ليغلق عند مستوى 14333.16 نقطة، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جي اكس 70 بنسبة 4% لينهي التعاملات عند مستوى 553.08 نقطة. وانخفض مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 1% منهيا التعاملات عند مستوى 1443.25 نقطة. وامتدت الانخفاضات الى مؤشر اي جي اكس 30 كابت الجديد محدد الاوزان النسبية بنسبة 0.15% منهيا التعاملات عند مستوى 17636.22 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والأنشط تصدر القائمة بنسبة 20.91%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 20.27%، جاء ثالثا قطاع البنوك بنسبة 10.3%، بينما جاء رابعا قطاع الاتصالات بنسبة 8.93%. وبالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 83.48% من إجمالي التعاملات، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 12.63% من تعاملات السوق، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 3.89% من تعاملات السوق. وما زلنا مع فئات المتعاملين من داخل السوق، حيث اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 32.35%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 67.64% من إجمالي التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.8%، ثم سهم المصرية سبأ الدولية للأدوات الصناعية الكيماوية بنسبة 7.95%، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك بنسبة 6.38%، حل رابعا سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.59%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، فتصدرها سهم مطاحن مصر العليا بنسبة 6.44%، ثم سهم ليسكو مصر بنسبة 6.17%، تلاه سهم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 5.89%، وحل رابعا سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 3.55%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1 مليار جنيه، يغلق عند مستوى 759.9 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه. المزيد في التفاصيل، لكن اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيف الحلقة الأستاذ محمد عبد المطلب خبير أسواق المال. أهلا بك يا أستاذ محمد. شكرا. اسمح لنا نشاهد تقرير حول أداء البورصة اليوم ونبدأ التحليل بعدها مع حضرتك سريعا. مشاهدينا، إلى تقرير حول أداء البورصة اليوم آخر جلسات الأسبوع. بضغط من عملية بيع للمستثمرين العرب، اتجهت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع نحو المنطقة الحمراء. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.29 مليار دولار. وصلت أحجام التداول إلى أكثر من 1 مليار، وصل المؤشر يصير ارتفاع ارتفاعات جيدة نوعا ما أو مقبولة، فكان لازم يبقى النهاردة في يقابلها انخفاض في أو عملية بيع لجني الأرباح
في تراكم المستثمرين على اساس ان في النهارده اجتماع في البنك المركزي ان هو تحديد اسعار الفايده. وتراجع مؤشر البورصه الرئيس اي جي اكس 30 بنسبه 17%، كما انخفض مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 4%، وامتدت التراجعات الطفيفة أيضا إلى إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي فقد نحو 1%. ابتدى يبقى في قوة شرائية ظاهرة، بس مش ظهورها مش قوي جدا يدي إيحاء إن السوق هيبتدي يغير مساره من الهبوط أو الهدوء اللي كان فيه بقى لنا فترة طويلة إنه يطلع. بس توقعنا يعني إن شاء الله إن يبقى في صعود الفترة الجاية ويبتدي يظهر في برنت أو في تنافسات قوية في السوق إن شاء الله. وأشار بعض المراقبين أن البورصة شهدت موجة ارتفاعات سريعة خلال أغسطس الجاري، وحققت معدلات ربحية تفوقت فيها على جميع أسواق العالم الناشئة، وهو ما جعل المستثمرون يفضلون الحذر خلال تعاملات نهاية الأسبوع خوفا على مكاسبهم السوقية التي حققوها خلال الفترة الماضية. أسماء حسن، النيل. اهلا بحضراتكم مره اخرى، وبنرحب من جديد بضيف الحلقه الاستاذ محمد عبد المطلب خبير اسواق المال. اهلا بيك مره ثانيه استاذ محمد. يعني اغلقت اليوم البورصه على تراجع، هذا التراجع كان متوقعا يا استاذ محمد؟ بالفعل كان متوقع ان احنا ممكن يحصل تراجع، بس هو التراجع كان طفيف النهارده، ما كانش تراجع بشكل كبير. وده حاجه صحيه للسوق نظرا ان السوق بقى له 5 أو 6 جلسات بيعمل صعود في الأسعار أكتر ما بيعمل صعود في المؤشر بشكل منفرد زي الفترة السابقة. كنت دايما بتلاقي الصعود ممكن 500 بونت بالمؤشر وبالتجاري بشكل خاص. يعني الوقت بقى أنا بقى أن أسبوع و10 جلسات بالظبط بيحصل صعود في معظم الأسهم بتاعت السوق، بيحاول السوق يعمل تدوير جوه الأسهم بالسيولة اللي موجودة، وسيولة مش بشكل كبير جدا، بس بيحاول يعمل التدوير بالسيولة دي. فنلاقي قطاعات في يوم معين طلعت بشكل كويس، في اليوم التاني بيحصل هدوء فيها وبتدي يطلع بقطاعات تانية. طبعا النهاردة موضوع الفايدة مؤثر قوي، ان الناس مستنية تعرف الاتجاه الفترة الجاية في الفايدة بالنسبة للبنك المركزي واتجاه السيولة في الفترة طبعا الجاية. طبعا لحد دلوقتي لسه نتيجة الاجتماع يعني لم تظهر وما عرفناش الفايدة حصل فيها. بالفعل هو الاجتماع بيبتدي تقريبا في حدود الساعة 5 في اخر اليوم، وممكن ما يظهرش النتيجة قبل الساعة 7. يعني على المنطقه دي كل الناس ابتدت تقفل البوزيشن على الاقل اللي هو الهامشي او المارجن، بحيث ما يكونش عليه فلوس هامش تكون ضغط عليه لو الاسبوع الجاي السوق ما كانش فيه باور سيوله بشكل كويس. وفي نفس الوقت معاه بقيه الاسعار او بقيه الاسهم بتاعته اللي بالكاش بتاعه بيبتدي يفضل بالبوزيشن ده الاسبوع الجاي. في ناس بقى لها مثلا 10 جلسات ما باعتش، فطبعا بتحاول تعمل جني ارباح بنص المحافظ او بتلت المحافظ، وده كان اكتر باين في المؤسسات بشكل كبير ومن العرب بشكل اخص يعني. نعم. طيب خلينا نتحدث عن مؤشرات البورصه، المؤشر الرئيسي وايضا المؤشر السبعين. المؤشر الرئيسي انخفض طفيف يمكن بقدر بنسبه 4% او عفوا 17%، ده المؤشر الرئيسي. ايضا مؤشر الاسهم الصغيره المتوسطه انخفض بنسبه طفيفه بنحو 4%. كيف قيمت اداء هذين المؤشرين اليوم؟ طيب هنشوف ان احنا شايفين ان المؤشر الاي جي اكس يعني الانخفاض بتاعه كان اكثر شويه في النسبه بتاعته من الاي جي اكس 70 لسبب قوي جدا. ان احنا الاسبوع اللي فات ده كله كانت معظم الاسهم الصغيره اللي هي بتتداول في نطاق من 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 50 قرش لحد 2 او 3 جنيه، كان في تداول في الاسهم دي بشكل كبير جدا من قطاع الافراد، وبالتالي كان في صعود كويس للورق او الاسهم ده بشكل كويس جدا. فبالتالي عمليه الجني الارباح النهارده ما كانتش قويه عليه، بالعكس كان في مشتري حابب ان هو يفضل للفتره اللي جايه لان في مساحات ممكن تقدر تكمل بيها الاسهم الصغيره بشكل كبير جدا. النهارده كان على العكس شويه، كان ممكن اي جي اكس 30 بيحاول يقف عند المنطقه دي ويحاول ينزل لنفس النقطه كل يوم، منطقه ال 14290، منطقة الارتداد اللي بقى لها 3 أو 4 جلسات بتحصل، بحيث ان هو ياخد باور او ياخد عزم عشان يبتدي يكمل للمناطق اللي احنا شايفينها بعد كده 14600 ومناطق ال 15200 في التارجت اللي جاي. فبالتالي انا كان عندي النهارده بيع شويه من العرب في يعني بشكل كبير، لان هو العرب كانوا اكتر كثافه في الفتره اللي فاتت كشرة في بعض الورق اللي هم بيشتغلوا عليه. فبالتالي النهارده كان البيع هنشوفه اكتر في ايجكسيرت اكتر ده يخليني برضو اتكلم عن الاطراف الثلاثه للبورصه بالتفصيل، مصريون وعرب واجانب. مصريون واجانب اتجهوا النهارده نحو الشراء، وعرب اتجهوا نحو البيع، يعني زي ما حضرتك ذكرت. يعني وتقييمك لاداء الاطراف الثلاثه
لكم بالتفصيل يا استاذ محمد. تمام، احنا عندنا لو شفنا العرب اكثر يعني ممكن يكون البياع اكثر ظاهر معانا مثلا في سهم زي بورتو النهارده كان في انخفاض حوالي 3 او 4%، السهم طالع برضه من منطقه 70 قرش لمناطق ال 84 قرش فعمل حوالي 20%، فدي طبعا مناطق جني ارباح بالنسبه له متوقعه، فبالتالي احنا عندنا شراء من تحت منطقه ال 70 قرش لازم كان يحصل جني ارباح من المناطق دي، فبالتالي هو له ثلاث جلسات او تيجي ثالث جلسه كان بيحاول يخترق مناطق ال 85 84 ما قدرش يتغير عليها فابتدي يحصل جني ارباح، وده كان معظم السهم دون ممكن نلاقيه في شويه عرب اكتر من ناحيه المستثمرين في الفتره اللي فاتت دي. بالنسبه للجزء الثاني بالنسبه للاجانب اكتر طبعا شغالين على قطاعات الكيماويه وقطاعات زي البنوك، طبعا التجاري هو بيستهدف الجزء الكبير من السيوله الفتره اللي فاتت. نعم. التجاري برضو بيحاول دلوقتي التدوير فيه بشكل مكثف جدا اكتر من ان هو يحصل فيه بيع، بمعنى ان انا اقدر احاول كل يوم اعمل تريد في مناطق الواحد او النص في المية الواحد في المية او اتنين في المية في التجاري، بالنسبة للاجانب دي بالنسبة لهم مكاسب قوية جدا، فهو بيحاول في النقطة النهاردة ابتدى يشتري لما لقى ضغط على التجاري في نقطة كويسة زي المناطق ال 74 لحد ال 75 ومناطق المقاومة بتاعت ال 76 بتاعتها، دي مناطق بالنسبة له بيعمل له إعادة تجميع في النقطة دي للمناطق اللي بعد كده. نعم. بالنسبة للأفراد عموما أو المؤسسات كانت شوية متجهة النهاردة نحو البيع برضو نفس الطريقة، أن هي كانت مجمعة مع الأجانب في بداية تقريبا هنقول من شهر من آخر يومين في شهر 7، فبالتالي هو بقاله أكتر من أسبوعين يعني كان من ضمنهم طبعا العيد، بس بقى يعني هنقول 10 جلسات لازم كان يحصل عملية جني أرباح بالنسبة للمؤسسات وإعادة دخول في سهولة في أسهم تانية أو إعادة الضغط أو بالنسبة للسوق شوية معه. نعم، يمكن لو تحدثنا عن القطاعات جاء في المرتبة الأولى قطاع الخدمات المالية، يمكن تمام. نسبة التداول بتاعته النهاردة وصلت ل 20.91% من تعاملات السوق، يعني حدثنا عن هذا القطاع بالتحديد والقطاعات يعني اللي تصدرت القائمة اليوم وأدائها بالتفصيل. قطاع الخدمات الماليه في حوالي 3 او 4 اسهم، هو الاسهم مش كتير جدا، بس هنشوف الفتره الاسبوع اللي فات ده كله كان سي اي كابيتال بيقود القطاع في شغل كتير جدا، كان الفتره السابقه دايما كان هيرمس هو اللي بيقود القطاع دون وبايونير بنسبه كبيره، فاحنا شفنا ان اللي اكتر شغال في الاسبوع اللي فات ده كله كان سي اي كابيتال ومعاه سهم بايونير بشكل كويس، ابتدت تعود فيه السيولة وابتدى يحصل فيه تحرك وتجميع على مستوى الأفراد، لأن السهم ده أكتر شك يعني أكتر شغل فيه بيبقى شغل أفراد أكتر منه مؤسسات. نعم. سي أي كابيتال تجميع لمستثمرين عرب مع مستثمرين أجانب نظرا أن الشركة بتشتمل على شركات كتيرة أو تحت مظلتها كذا حاجة في القطاع دون، واخده شغل كبير جدا الفترة اللي فاتت من الاستشارات أو الطروحات، فبالتالي هو عنده ثقة في الشركة شوية، فممكن نبتدي الفترة اللي جاية وبس سهم دون عليه سيولة أكثر في مناطق أو القطاع بتاع الخدمات المالية بشكل عام. نعم. وهينضم ليه طبعا هيرمس بيتوقف لفترة من الوقت التقاط الأنفاس ويبتدي يكمل مع سي أي كابيتال في الفترة. نعم. اللي جاية يمكن ده بياخدنا للأسهم القيادية النهاردة وأدائها أستاذ محمد، يعني بوجه عام تقييمك للأسهم القيادية النهاردة في آخر جلسات الأسبوع إيه؟ أسهم قيادية احنا عموما التجاري دايما بياخد الحظ الأوفر في الشغل أو في السيولة بتاعت السوق. نعم. طبعا عندنا السويدي وطلعت مصطفى ومعنا حديد عز بقاله أكتر من 10 جلسات صعود من مناطق ال 8 جنيه لمناطق ال 11 جنيه، وده عمل أكتر من حوالي من 30 ل 40%، فالأسهم دي كلها معظمها أسهم يخش فيها الأجانب بشكل مكثف، طبعا حديد عز الأكثر سيولة كان الفترة اللي فاتت نظرا لتضارب الأخبار عليه بسبب قرار البليت إن هو يتحذر عليه إن هو يستولي. فدون بالنسبة لنا كان عامل ضغط شوية بيعي، وبعد ما حصل الضغط البيعي ده لا ابتدى يحصل إعادة استئناف للحكم تاني، فابتدى يحصل أمن عند المستثمرين هو ممكن المواضيع تمشي بشكل مكثف كويس. نعم. وترجع للشانلز بتاعتها أو القناة بتاعتها السعرية في الفترة اللي فاتت. نعم. وبالتالي طلع أسرع من السوق وشفناه في أول الجلسات ابتدى يشتغل فيها، كان بيحصل تسارع اكتر في السهم ومن قبل المؤسسات، فبالتالي لازم كان يحصل جني ارباح على عز وعلى طلعت وعلى التجاري. نعم. يمكن رئيس البورصه المصريه محمد فريد توقع طرح احدى الشركات الخاصه في البورصه قريبا، وان هذا الطرح سوف يكون له تاثير ايجابي على اداء البورصه في الفتره القادمه. تمام. راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟
الطروحات عموما احنا يعني معظمها او اللي كان بيحصل فيها الطروحات الحكوميه الناس تقريبا بشكل كبير مستنيها بقالها فتره طويله، وهنقول مستنيها ليه ديت. بس هنتكلم الاول عن اخر طرح اللي هو مثلا طرح خاص كان فوري في الاسبوعين اللي فاتوا، طرح حقق مكاسب كويسه للمستثمرين يعني كان احد الاسباب الرئيسيه في صعود البورصه في الفتره الاخيره. اه بالظبط، ادى امل ان في سيوله ترجع للسوق تاني وتخش في سهم بقوه ديت ويبتدي يشتغل بعد الطرح بشكل كويس ويعمل نسبه ارباح للمستثمرين. الطرح بقى بالنسبه للشركات الحكوميه ده بيعمق السوق. لو احنا شفنا احنا نقطتنا الرئيسيه الفتره اللي فاتت دي ان احنا عندنا اسهم خرجت زي جلوبال وذات ثقل في المؤشر، فبالتالي احنا محتاجين طروحات بشركات ذات حجم راس مال قوي وكبير شويه عشان نعلي راس مال بتاع السوق، عشان يبقى في منتج يقدر على اساسه المستثمرين الاجانب يقدروا يخشوا ويلاقوا اسهم بثقل كبير شويه او براس مال كبير عشان يقدروا يدخلوا فيها السيوله بتاعتهم. فطبعا الطروحات مهمه جدا لتعميق السوق في الفتره الجايه. صحيح. وشايفين ان ده حاجه مؤثره جدا عليه. نعم. يمكن ايضا تراجع معدل التضخم اللي حدث مؤخرا كان له يعني تاثير واضح في صعود البورصه ونشاطها في الفتره الاخيره. نعم. يعني راي حضرتك في معدل التضخم وتراجعه وتاثيره اقتصاديا على البورصه وعلى الاقتصاد بشكل عام؟ طبعا التضخم بشكل عام لما بيحصل نزول للنسب بتاعته كان نزل لمناطق تحت 10%، فده يعني حاجه كويسه جدا بالنسبه للسوق والمؤشرات العامه. نعم. علاقه بقى التضخم بحاجات كتيره جدا بتفرق كتير، بمعنى علاقته بمؤشرات المشتريات بالنسبه للافراد والناس على المستوى العام، اسعار السوق نفسها بتنزل في البيع والشراء، بيحصل سيوله مره تانيه بدل الركود اللي كان عامل فتره كبيره جدا ان انا قادر اتحرك او السيوله بتاعتي تبقى مجمده في اوراق او مكشكات او ان انا اعمل مطالبات وما بتسددش. لا انا ابتدي ارجع تاني الاسعار لمناطق اقل من كده، وشفناها على مثلا العربيات او السيارات الفتره اللي فاتت كان فيها ركود وابتدت تنزل اسعار، وهكذا لما توصل لنقطه معينه يبتدي يحصل طلب تاني. بالتالي انا نزول الاسعار ونزول والتضخم المعدل بتاعه ما بينزل بيفرق معايا جدا في حجم الطلب في السوق وعوده السيوله للسوق مره اخرى. نعم. فبالتالي انا بالنسبه لي التضخم مع الفايده هيفرق كتير جدا، ان انا الفايده لو صحيح. نزلت هتفرق معانا كتير جدا الفتره اللي جايه. طيب البعض بيقول ايضا ان هناك اخبار ايجابيه في طريقها يعني لان احنا نتعرف عليها وانها تحدث، وده ايضا هيكون له تاثير ايجابي على اداء البورصه المصريه. ايه هي يعني الاخبار اللي احنا بننتظرها منذ فتره يا استاذ محمد؟ الاخبار الايجابيه دايما ان انا عوده الاستثمار المباشر او الاستثمار بشكل عام يعني للاقتصاد المصري في الفتره اللي جايه، عوده المؤشرات بالنسبه للسوق بشكل كبير جدا، وثقه المستثمرين في الاستثمار مش في الاوراق بس اللي هي اوراق المدينين او اوراق اللي هو بيشتري بيها سندات او زون خزانه، بس ان انا استثمر. اذا انا ادخل الفلوس دي مش هتبقى هوت ماني داخل لفتره معينه وبس، لا الفلوس دي ممكن تخش او الدولار ده ممكن يخش لفتره من 3 إلى 5 سنين، وده هيفرق جدا في ثبات الاحتياط النقدي عندي في مصر، وبالتالي لعوده الجنيه المصري للارتفاع مره اخرى، ممكن ننزل لمناطق مستوى من 10 لـ 12 جنيه في الفتره اللي جايه. لو حصل ده هيفرق كتير في الاستثمار ومعدل السيوله اللي هتخش السوق بشكل نعم. كبير جدا. نعم، يعني احنا قلنا بالفعل ان تراجع معدل التضخم كان له تاثير ايجابي على اداء البورصه، ايضا تراجع معدل البطاله يمكن يعني الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في تقريره الصادر عن النصف الثاني من العام الحالي اعلن ان معدل البطاله تراجع الى 7.5%. يعني معنى هذا الكلام، معنى تراجع معدل البطاله وتاثيره اقتصاديا، وهل ممكن يكون له تاثير بالفعل على البورصه وادائها؟ اكيد انا معدل البطاله بيقل لاسباب كتيره جدا. من ضمنها انا لما انزل بمعدل التضخم انا بالتالي ببقى عندي طلب على المنتج، ما يبقى عندي طلب على المنتج هيبقى عندي تشغيل بدل لما عدد ساعات مثلا 8 ساعات هيبقى 12 ساعه، بالتالي انا هيبقى عندي عدد وظائف اكتر بطلبها، فهيحصل توظيف بشكل كبير جدا. اللي هيساعد على ده ان انا معدل الفايده ينزل لمناطق اقل من كده، بالتالي هيحصل من مستثمرين كتير وانا يعني بشكل خاص عندهم مصانع كبيره عايزين يفتحوا خطوط انتاج ويبتدوا ياخدوا قروض، وبالتالي لو حصل ده وابتدى خد قروض وعمل خطوط انتاج هيحصل طلب على وظائف جديده، وبالتالي النسبة بتاع البطالة كل شهر او اتنين اللي قابت الا على الشهر اللي قبله، ويحصل توظيف وبالتالي يحصل سيولة للسوق، فيحصل معدل شراء
أكبر. فبالتالي الدورة الاقتصادية هتكتمل بشكل صحيح في الفترة اللي جاية. صحيح. طب بالنسبة للفترة القادمة بإذن الله توقعاتك للسوق إيه يا أستاذ محمد؟ السوق لحد دلوقتي عمل صعود كويس بالاسعار، وده اللي احنا كنا بننادي بيه دايما او بنشوف ان هو شكل صحي للسوق، ان انا اطلع باسعار الاسهم كلها مش اطلع بالمؤشر او اطلع بسهم واحد زي التجاري. فانا بالنسبه لي الاسبوعين اللي فاتوا كان اداء كويس جدا، مش هنقول اداء رائع، لا اداء بنسبه 70-80% شو كويس جدا، يكتمل في خلال الاسبوعين القادمين ويستقر على مستوى الاسعار دي مع صعود المؤشر. شايفين النقط الاولانيه اللي احنا بنستهدفها 15-200، بعد كده نقدر نتكلم على تغيير الاتجاه من اتجاه هابط لاتجاه صاعد، ده هيكون بعد ال 15-200 على الاقل في الفتره اللي جايه. بس يعني نحتسب على المستثمرين برضو ما يحاولوش ياخدوا نسب مارجن عاليه في الفتره اللي جايه، لا يحاول يكون عنده سيوله بحيث ان في اي بنك في السوق بسيط او تصحيح في فرعي للسوق يقدر يشتري باسعار اقل شويه. صحيح. الاستاذ محمد عبد المطلب خبير اسواق المال كنت معنا في هذه الحلقه من مؤشر النيل، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من مؤشر النيل يوم الأحد، بإذن الله حلقة جديدة، فريق عمل جديد، فإلى اللقاء.